السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم بقناة برو ميكانيك. القناة تتكلم طبعا عن الميكانيك وميكانيك الدراجات النارية حصريا. يعني اليوم بالبداية رح نحكي شوي عن البستون. هنا احنا باللغة المحلية بنقول له بستون. بسوريا اسمه البستون، غير مناطق ممكن نقول له بستون او باللغة الفصحى المكبس. والمكبس مثل ما ملاحظين، تلاحظوا له سهم، ما بعرف اذا مبين عليكم بالفيديو. هذا السهم بيحدد لك اتجاه البستون، يعني بأي اتجاه ليكون، لفوق ولا لتحت. دائما السهم بيأشر لك لتحت، يعني باتجاه فتحة خروج الغازات، يعني نحن الشطمان. يعني اليوم بدنا نشرح كيف طريقة تركيب السكمانات. السكمانات هن هدول الأساور الضغط، وبالنوع البستون اللي عنا اللي هو ثلاث سكمانات. في سكمانين ضغط وواحد للزيت. عشان شوفوا الكتابة، هاي بدها تكون لفوق او ما شرط، يعني احيانا حسب كل بستون له نوع، يعني له اتجاه معين. اول شيء بنركب الاسوارة المفرضة، هاي من تحت، هاي تبع ضغط الزيت، بنركبها. لاحظوا، يعني لو الكاميرا شوي توضح، يعني امكانيات متواضعة مبدئيا، يعني كاميرا ما كتير بس ماشي الحال، يعني ان شاء الله. لاحظوا سكمانات الزيت كيف بتكون رفيعة ورقيقة بالنسبة لسكمان الضغط. سكمان الضغط عريض، سكمان الزيت يعني بيكون اربع. طبعا في اسكمانين زيت، واحد من نحطه من فوق القشرة اللي ركبناها بالبداية، والتاني من تحت مشان يحبسوا يمنعوا طلوع الزيت من تحت المنطقة السفلية للبستون، يمنعون يطلع الزيت على سكمانات الضغط عشان ما يحرق زيت ويروح الزيت من يدخن، تكون امور يعني تكون تمام ان شاء الله. ركبنا اول قشرة وثاني قشرة، نركبها بهالطريقة مثل ما انتم شايفين. طريقة يعني سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، ولا فيها اي عناء. اي انسان عنده يعني شوية خبرة ولو بسيطة بيقدر يركب. ولكن انتبهوا، احيانا الاسكمان بيكون يعني ضغطه كتير قوي، فاي فتحة زيادة تفتحه زيادة عن ما هو فممكن يطق معك، بدك تنتبه. بيكون الاسكمانات الضغط شوي اصعب التركيب، ولكن يعني اللي بدها تأني، هي بس تأني وامور ماشية باذن الله بسلاسة وبطلاقة باذن الله. شفتوا ركبنا اول سكمان، هلا تاني سكمان، يعني امور ماشيه بسلاسه ان شاء الله. في كتير ناس يعني بياخذوا من عندي بستون وبيرجعوا بيقولوا لي بيركبوا على ايدهم، بتلاقي كسروهم، يعني بيطقوا للسكمان، بيكون مزير عليه زياده، فاتحه زياده. فهذا يعني بولاد بالنهايه، هو بولاد ومعرض للكسر. يعني هلا اي معدن له مرونه معينه، فاذا فتحته زياده عما هو يعني اما بيلزمه فبده ينكسر بطبيعه الحال. هلا بقي علينا بس اخر مرحله، هي تركيب السكمان الصغير هون. هو شغلته بسيطه، بينسى زراديه رفيعه ممكن تركبه بكل سهوله. طبعا بنركب من طرف
والطرف الثاني بعد ما مندخله بمحوره هناك بالزند فمنركبه كمان بكل بساطة. وهي فكرة بسيطة يعني بالمرحلة الأولى من الفيديوهات وضحنا لكم يعني، إن شاء الله بالمراحل الجاية بنشرح أكثر يعني ونوضح أكثر. فهي البداية، بتمنى يعني لاقي الدعم مشان نقدر نستمر بالقناة يعني. ولا أنا يعني أول ما نصحوني كتير إني أعمل قناة على اليوتيوب، وهي البداية إن شاء الله تكون بداية خير. ودعوا لنا إن شاء الله هيك يا رب، الله يوفقنا ويوفقكم جميعا، واتمنى الدعم وشكرا لكم، إلى اللقاء.